حد مثبتك على الرقبة بالسكينة بالشكل ده، ايدك الاتنين بيطلعوا في نفس الوقت اللي ايدك الاتنين بياخدوا ايد ويطلعوا بيها لفوق، انت بترجع لورا. ايد الاتنين بيتحركوا في نفس الوقت اللي انا لما اطلع ايده لفوق بكون انا برجع لورا، يعني لو فضلت مكاني السكينة هتيجي في وشي اهو، هتاخد رقبتي معاها. فلازم نفس التوقيت اللي ايد الاتنين بياخدوا ايده ويطلعوا فيه انا بكون راجع لورا في الشادو. اول ما بطلع بايده كده بنزل بيها وبسحبه وبنزل الارض اهو، واثبت السكينة على اي مكان. اهم حاجة الضغطة بتاعة مفصل الريست دي عشان ما يحاولش يقوم او يحاول يستعمل دراعه التاني. انا كده مسيطر على دراعه بشكل نهائي.